السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ومعنا النهاردة lesson 4 and 5 الدرس الرابع والخامس من unit 2 الوحدة الثانية. طيب حابب كده أنبه على حضراتكم أننا حلينا unit 2 في الفيديو الثاني اللي في قائمة التشغيل اللي عليها الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي. هتخش كده على قائمة التشغيل هتلاقي حل الوحدة الثانية كامل في الفيديو رقم 2. أوكي طيب، يعني أنا دلوقتي هنشرح الدرس وهنقرأ الكلمات ونطلع الجرامر اللي فيه، ولكن الحل هترجع بقى حضرتك للفيديو اللي فيه الحل. عندي هنا Asportis Biography. Asportis Biography يعني سيرة ذاتية رياضية. Asportis Biography. عندي Bronze Medal. Bronze Medal ميدالية برونزية. Athlete لاعب رياضي. Water pollution تلوث الماء. Amazing مدهش. Champion بطل. Prize جائزة. Biography سيرة ذاتية. Wildlife حياة برية. Wildlife. Competitor منافس. Effects تأثيرات أو أثار. Water bodies مسطحات مائية. Wastewater مياه الصرف. أوكي okay. عندي كسرة vocabulary كلمات إضافية. عندي كلمة gold medal ميدالية ذهبية. Polluted ملوث. Training التدريب. Sportsperson شخص رياضي. Garbage كمامة. Harmful ضار. Habitat بيئة أو موطن. Flag علم. Moment لحظة. Chemicals مواد كيميائية. Organisms الكائنات الحية. Successful قسم الكلمة successful. السي الثانية بنطقها س عشان يجي بعدها اي، لكن السي الأولى بنقراها ك. Successful. Harm يضر. Paralympic اللي هي خاصة بأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة. Therefore okay. نتيجة لذلك. Agricultural يعني زراعي. Sink حوض. Solution حلول. Cause سبب. Moroccan مغربي. Rio Olympics دورة الريو للألعاب الأولمبية. عندي تصريفات الأفعال regular verbs أفعال منتظمة زي destroyed competed change يغير changed. Avoid يتجنب avoided. Carry يحمل carried. Kill يقتل killed. عندي irregular verbs أفعال غير منتظمة as in when يفوز when فاز. Become lose يفقد lost begin يبدأ began. طيب عندي important expressions and prepositions تعبيرات وحروف الجر الهامة. With special needs ذوي احتياجات خاصة. At the age of في عمر. Compete against يتنافس ضد. Famous for مشهور بي. عندي هنا المين بوينتس النقاط الأساسية علشان بيجيب لك كده موضوع ولا هتكلم على هراء ملاك أو a famous taekwondo player لاعبة تايكواندو مشهورة. Okay, she's a famous Egyptian taekwondo player. أول جملة هي she's a famous Egyptian taekwondo player هي لاعبة تايكواندو مشهورة. She carries the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games. She carries the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games يعني حملت العلم المصري في الألعاب الأولمبية في طوكيو.
She won the bronze medal at the Rio Olympic. She won the bronze medal at the Rio Olympic. فازت بالميدالية البرونزية في الريو أولمبيكس. She helped Moroccan athlete with special needs. ساعدت لاعب مغربي ذات احتياجات خاصة. Water pollution طبعا بيجيب الموضوع على تلوث الماء، فلازم نحفظ جمل من هنا. Water pollution is harmful. Water pollution is harmful. تلوث الماء ضار. Chemicals that go into rivers and lakes cause water pollution. يعني المواد الكيميائية اللي بتروح للأنهار والبحيرات بتسبب تلوث الماء. Polluted water can kill fish. Polluted water can kill fish. المياه الملوثة ممكن أن تقتل الأسماك، birds والطيور and crabs والكابوريا. Never throw garbage in or near a lake or a beach. يعني لا ترمي كمامة بالقرب أو في البحيرة أو شاطئ. طيب، Who is the famous sports person is? هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. يعني هداية ملاك لعبة تايكواندو مشهورة. She's one of the two people who carries the Egyptian flag. هي واحدة من الشخصين اللي حملوا العلم المصري at the Tokyo Olympic Games في ألعاب الأولمبية في طوكيو in 2021 في 2021. This is amazing. هذا مدهش. هداية was born on April 21. يعني هداية اتولدت في شهر أبريل 21 1993. لاحظ معايا بقى ان انا ايه بستخدم اون قبل الشهر، ولكن اذا حدد لي ايه يوم. She began practicing taekwondo at the age of 7. بدات ممارسه التايكوندو في عمر السابعة. And won many prizes at the age of 14. وفازت بعده جوائز في عمر الرابعة عشر. She won the bronze medal at the Rio Olympic in 2016. فازت بالميدالية البرونزية في الريو أولمبيك سنة 2016. She also won the bronze medal in Tokyo in 2021. كمان فازت بالميدالية البرونزية في طوكيو في سنة 2021. هداية is a very kind person. هداية شخص مشهور جدا. In 2016 في 2016 she helped an American athlete. ساعدت لاعب مغربي with a special needs. ذوي احتياجات خاصة. اسمها راجا جارمش. راجا had no one to compete against. راجا ما كانش عندها حد نفسه. So هداية become her competitor. عشان كده هداية اصبحت المنافس بتاعها. And lost وخسرت. راجا could therefore win the gold medal. عشان كده راجا استطاعت ان تفوز بالميدالية الذهبية. And it was a very special moment for her. وكانت لحظة مميزة ليها. What does هداية do now? هداية بتعمل ايه دلوقتي؟ She's practicing hard. بتدرب بجد. She really wants to win a gold medal. هي عايزة تفوز بميدالية ذهبية. اوكي. طيب عندي هنا بقى نص على الووتر بلوشن، تلوث الماء. هنا بس عندي شريف عثمان اهو لاعب رفع اثقال. شريف عثمان is a famous Egyptian Paralympic champion. هو بطل بارالمبيك مصري. He was born in September 15, 1982. اتولد في 15 سبتمبر 1980 in Egypt في مصر. He began practicing weightlifting. بدأ ممارسة weightlifting رفع الأثقال when he was at the university. لما كان في الجامعة. He won many medals. فاز بعدة جوائز. He won the first medal in 2006. فاز بالميدالية الأولى في 2006. He won gold medal and silver medals at Paralympic Games. فاز بميدال فضية وذهبية في البارالمبيكس. طيب تعال نشوف الووتر بلوشن، تلوث الماء. When harmful chemicals، لما أو عندما، when يعني عندما المواد الكيميائية الضارة دي go into water bodies، تروح الووتر bodies اللي هي المسطحات المائية. المسطحات المائية دي لي ايه؟ like يعني مثل الأنهار، lakes بحيرات، and seas بحار. We call this water pollution. بيسمي ده تلوث الماء. Water pollution can kill organisms. تلوث الماء ممكن يقتل الكائنات الحية that live in the water، اللي عايشة في الماء. Such as fish، زي السمك، birds، طيور، and crabs، والكرابس الكابوريا. If it can also kill birds، كمان ممكن يقتل الطيور that eat the fish، اللي بتاكل السمك. Water pollution can cause animals to lose their homes and change their habitats. يعني تلوث الماء ممكن يسبب للحيوانات to lose ان هي تخسر homes مواطنها.
and change وتغير their habitats بيئتها. habitats يعني تغير بيئتها. change their habitats. طيب عندنا causes الأسباب اللي بتؤدي إلى تلوث الماء. waste water مياه صرف from sinks من الأحواض toilets حمامات and showers والدش أو مياه الاستحمام. waste water مياه صرف and chemicals المواد الكيميائية from factories من المصانع. waste water مياه صرف from agricultural land مياه صرف من الأراضي الزراعية and cities into river والمدن في النهر. effects التأثير. dirty water can make children and old people ill. المياه القذرة أو الملوثة ممكن تخلي الأطفال وكبار السن مرضى. polluted water destroys wildlife and rivers. المياه الملوثة بتدمر الحياة البرية في الأنهار. عندي بقى solution الحلول. solutions يعني حلول. save as much water as possible. حافظ على الماء بقدر الإمكان. take short showers. خد أو استحم لفترة قصيرة. avoid running water. تجنب المياه الجارية. never throw garbage. لا ترمي كمامة in or near يعني في أو بالقرب من الليك البحيرة أو البيتش أو الشاطئ. طيب بالنسبة لي هنا عندي general exercises تمارين على الدرس الرابع والخامس، وكل التمارين اللي هتقابلها لحد ما توصل يونت 3 هتلاقيها محلولة في الفيديو الخاص بحل يونت 2 الوحدة الثانية كاملة، هتلاقيها على نفس قائمة التشغيل اللي انت عليها دلوقتي. اضغط كده على قائمة التشغيل واطلع فوق هتلاقي الفيديو الثاني حل يونت 2 حل الوحدة الثانية. كان معكم مستر محمد شعبان، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.